لا يحتاج لتقييم، مدير فني عنده شخصيه النادي الاهلي، قدر من اول يوم ليه ومن اول بطوله حققها مع الاهلي انه يعرف سيكولوجيه النادي، يفهم طبيعه الفريق والجمهور، ويتفهم كمان متطلبات الاداره في النادي الاهلي عشان تحقق الهدف، وده كان هدف مشترك داخل القلعه الحمراء. الهدف اللي هو دايما بيتلخص في التواجد على القمه وتحقيق البطولات والوصول للعالميه. وعشان كده انا واثق في مستر مارسيل كولر في ادارته للمباريات سواء مباراه الدوري او غيره، والدليل اننا وصلنا 12 فوز على التوالي ومكملين المشوار ان شاء الله بكره في مباراه بيرزموت. الدوري هو البطوله المحليه المفضله لجمهور النادي الاهلي بالمناسبه، صحيح بنحب نكسب كل البطولات سواء المحليه او القاريه، وبنحلم دايما بالعالميه وبنوصل لها دايما، لكن كمان الدوري بطوله ليها مكانه خاصه جدا عند جمهور النادي الاهلي. ارقام الاهلي مع مستر مارسيل كولر حدث ولا حرج، انتصارات وبطولات ونجاحات، ويعني ده مش شيء سهل، ومش اي مدرب يقدر يتحمل ضغوط النادي الاهلي، يعني ده شيء مش عادي، لكن كولر مدرب كبير وعظيم ونال ثقة وحب جمهور النادي الاهلي، ومن قبلهم مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب اللي دايما بيكونوا نظرتهم ده كابتن محمود الخطيب تحديدا نظرته دايما صائبه في اختيار من يليق بالعمل داخل منظومه النادي الاهلي لتحقيق طموح الجماهير. يعني على الجانب الاخر بقى تعالوا نشوف الناحيه الثانيه، اكيد بصمه المدرب الكرواتي واضحه جدا على فريق بيراميدز اللي اصبح له شكل مختلف في الدوري هذا الموسم تحديدا يعني، وبالتاكيد هو مدرب جيد جدا. اعتقد ان المباراه هتكون كبيره وقويه، لكن كمان احنا عندنا ثقه كبيره في الاهلي ولعبته وجمهور الاهلي اللي دايما في ظهر فريق النادي الاهلي وبيدعمه وبيشجعه. فريق بيراميدز فريق مش سهل، ومدربه مدرب قوي بمناسبه ان هو يعني مدرب قدر يوصل للمرحله دي وهو في المركز الاول، ده شيء جيد جدا جدا، خصوصا ان الفرقه يعني طموحها جديد، هو ترتيب المباريات خدمه وخروجه بدري من دوري ابطال افريقيا خدمه وخلاه ركز في الدوري، وده بالمناسبه شيء ساعده جدا ان هو يوصل للمركز الاول بالطريقه اللي هو فيها دلوقتي ومحافظ عليه. هو لعب عدد ماتشات اكبر من النادي الاهلي طبعا، لكن المواجهه هتكون قويه بين مدرب سويسري والمدرب الكرواتي.